five wishes اللي بتمنى يتحققوا انه اطلع ناجحة من ورا ستار اكاديمي واتعلم يعني طور حالي اكتر وش كمان I guess انه كلنا هون بالاكاديمي ننجح كمان لانه الكل بيسحق و but عندي two wishes wish انه I don't know I guess انه سافر كمان على نيويورك هيدا wish بحبها كمان وحقق حلمي الوش اللي فكرت فيها هو انه حقق حلمي وصل لهدفي هيدا قلتها قبل ما اصل كيك بدي اقول ميرسي كتير لانه فكروا فيي وعن جد يعني ما كنت متوقعه يعملوا لي هيك شيء وكتير انبسطت وان شاء الله خير وان شاء الله يعني الكل يوصل لهدفه لانه عن جد الكل بيستاهل هلا ما كنت بستار اكاديمي كنت اكيد قضيت ماي بيرثداي وذ ماي فاملي لانهم اهم شيء عندي هم بالحياه بدي اقول ثانك يو لكل الاشخاص اللي عم بيشجعوني بيأمنوا فيي وبوعدهم انه ما اخيب لهم املهم وبيزو love you guys thank you